السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن متابعينا الكرام، نقدم لكم هذه النشرية الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الجمعة 19 من شهر جوان 2020. البداية بالفترة الصباحية، غيوم كثيفة ستشمل السواحل الغربية باتجاه المناطق الوسطى الداخلية والهضاب العليا والسواحل الشرقية. المناطق تقريبا الشرقية الداخلية إلى غاية الأوراس أجواء صافية مشمسة، أيضا مناطق شمال الصحراء والواحات، منطقة الحضنة، ولاية المسيلة، وصولا إلى ولاية الجلفة، الأغواط، البيض، وصولا إلى النعامة. أجواء صافية أيضا مشمسة على باقي المناطق الصحراوية إلى غاية أقصى الجنوب. في الفترة المسائية ليوم الجمعة متابعينا الكرام، حيث نتوقع أجواء غائمة بإذن الله تعالى على كل المناطق تقريبا الشرقية الساحلية وأيضا الشرقية الداخلية إلى غاية مناطق الهضاب العليا. هذه السحب قد تعطي بعض الأمطار على ولاية بجاية، ولاية أيضا سكيكدا، ولاية جيجل، شمال ولاية برج بوراريش، شمال ولاية سطيف، وشمال ولاية قسنطينة. أجواء تقريبا أيضا غائمة، غيوم من حين إلى آخر ستشمل منطقة الأوراس، ولاية باتنا، وشمال الصحراء والواحات، والمناطق الجنوبية الشرقية، منطقة الثورة، والمناطق الجنوبية الغربية إلى غاية أقصى الجنوب. سيكون الجو صافي مشمس بإذن الله تعالى وصافي خلال الفترة الليلية. إذا نمر معكم إلى درجات الحرارة متابعينا الكرام ليوم الجمعة. تقريبا ستبقى مرتفعة درجة الحرارة، ودرجة حرارة قوية مرتفعة جدا على كل المناطق الصحراوية، أين سنسجل ما يقارب 46 درجة على ولاية أدرار، ما بين 40 إلى 46 درجة. أيضا مناطق برج بجي مختار وعين صالح وصولا إلى بني عباس، أيضا درجات حرارة ما بين متابعينا الكرام 43 إلى 46 درجة على ولاية ورقلة، حسي مسعود، أيضا ولاية غردايه والمنيعة، حسي الفعل، وصولا إلى مناطق ولاية شقرت والمغير وادي سوف، وصولا إلى ولاية جلال وولاية بسكرة. درجات الحرارة ما بين 34 إلى 35 درجة على المناطق الجنوبية الغربية، منطقة الثورة وولاية تندوف، وأيضا المناطق الشمالية درجات حرارة منعشة على السواحل الشرقية الوسطى والغربية، سنسجل درجات حرارة تقارب 23 درجة. المناطق الغربية تقريبا الداخلية سنسجل ما بين 23 إلى 25 درجة. المناطق الداخلية الوسطى والشرقية ستعرف ارتفاع في درجة حرارة، ودرجات حرارة تقارب 35 درجة، يعني ما بين 33 إلى 35 درجة. إذن الرياح ليوم الجمعة متابعينا الكرام ستكون في الموعد على كل مناطق شمال الصحراء والواحات، ولاية بسكرة، وادي سوف، تقلت المغير، ولاية الجلال، وأيضا ورقلة. ايضا رياح قويه ستشمل ولايه غردايه والمنيعه وحاسي الفحل، ايضا رياح ستشمل منطقه الثوره ولايه بشار وصولا الى ولايه الجلفه، الاغواط، والبيض، وولايه تيارت. بعض الرياح ايضا ستشمل السواحل الشرقيه والوسطى باذن الله تعالى، خاصه في الفتره المسائيه ليوم الجمعه. للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون قليل الإضطراب على كل الشواطئ تقريبا الشرقية والوسطى، وبحر هادئ وجميل، والراية الخضراء لكل هواة السباحة ولكل الصيادين على الشواطئ الغربية. إذن كل الخير نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.